صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 50 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو الآتي: السيد حسن خليفة الجلهمة رئيسا، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عضوا، محافظ مصرف البحرين المركزي عضوا، وكيل الوزارة للشؤون المالية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في وزارة الداخلية عضوا، السيد أحمد محمد بوحجي عضوا، السيدة آمال أحمد العباسي عضوا. وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.